السلام عليكم. اليوم عندنا درس ديال الغرامير ديال لي فيرب ديتا اي لي فيرب داكسيون. غادي نقرا واحد النص وغادي نستخرجوا منه لي فيرب ديتا اي لي فيرب داكسيون باش نفهموا اكثر. عندنا لوف دو فياندرا ان نيغلون، البيضه تصبح نسرا. لي غلون نو فول با انكور، النسر لا يزال لا يطير، مازال ما طارش، مازال زعما ما كيقدرش يطير، باقي صغير. il reste calme dans son nid، كيبقى كالم وهادئ في المنطقه ديالو. en grandissant، فاش كيكبر، il se transforma en aigle et il planera haut dans le ciel، كيتحول وكيبدا يطير عاليا في السماء. دونك من خلال هذا النص غادي نقدروا نستخرجوا لي فيرب ديتا اي لي فيرب داكسيون. عندنا deviendra، الفيرب اصبح، يعني واش فيها شي حركه ولا ما فيهاش، ما فيها حتى شي حركه، دونك غادي نسجلوها في لي فيرب ديال ليطا. devenir، deviendra هي devenir، في الانفينيتيف ديالها هي devenir. نكملو، لي غلون نو فول با انكور، لو فيرب فولي، يطيرو، واش في حركه ولا ما فيهش؟ بيان سور في حركه، دونك غنسجلو في لي فيرب داكسيون. il reste calme dans son air، يبقى هادئا في منطقته. ريستي، لو فيرب ريستي، واش من لي فيرب داكسيون ولا لي فيرب ديتا؟ يبقى بيان سور من لي فيرب ديتا لانه ما فيش حركه. en grandissant، فاش كيكبر، il ne transforma، il se transforma، transformera عفوا، يعني لو فيرب transformera اللي هو transformé، واش فيه حركه ولا ما فيهش؟ بيان سور فيه حركه، لحقاش كيتحول، يعني كاين حركه. en aigle et il planera haut dans le ciel، كيرتفع عاليا في السماء ولا كيحلق عاليا في السماء، يعني لو فيرب بلانورا فيه واحد الحركه، دونك هو فيرب ديال لاكسيون. دونك عندنا في لي فيرب ديال ليطا 3 دي فيرب، عفوا داكسيون 3 دي فيرب، وفي لي فيرب ديطا 2 فيرب من هذا النص هذا. دونك اللي غادي نفهمه هو انه كاينين 8 ديال لي فيرب داكسيون ديطا فقط. عندنا اتر، كان، devenir، اصبح، paraître، ressembler، يظهر، demeurer، يمكث، rester، يبقى، avoir l'air et passer pour، هادو حتى هما من لي فيرب ديال ليطا. دونك هنايا غادي لي فيرب الاخرين اللي بقاو ديال لي فيرب داكسيون. دونك من هنا غادي نكونوا فهمنا هاد الدرس البسيط والساهل، بان الافعال كيتنقسموا لجوج ديال الحالات، لي فيرب ديطا اي لي فيرب داكسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا، والى درس اخر ان شاء الله.